حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. 60 شهيداً في غزة خلال 24 ساعة، وجيش الاحتلال يدمر مربعاً سكنياً في مدينة رفح. إيران تعد ميليشيا الحوثي وفصائل تابعة لها في العراق لإسناد حزب الله في حال شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة. السودان يقدم أدلة على تجنيد الإمارات يمنيين للقتال في صفوف قوات الدعم السريع. أهلا بكم. نبدأ هذا الاستعراض الصحفي من الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث أفادت مصادر طبية لموقع الجزيرة بأنه خلال 24 ساعة استشهد 60 شخصا في غارات إسرائيلية متفرقة على مدينة غزة. كما قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مربعا سكنيا جديدا غربي مدينة رفح. في إسرائيل تتصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة، حيث قالت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية إن قادة الاحتجاجات دعوا لإضراب عام في إسرائيل اعتبارا من 7 يوليو المقبل حتى حل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو. في جبهة شمال إسرائيل أعلن حزب الله اللبناني استهداف مقر قيادة تابع للفرقة 91 شمال شرق صفد وتحقيق إصابات مباشرة، فيما أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت قبل توجهه إلى واشنطن أنه سيبحث مع المسؤولين الأمريكيين الوضع على الجبهة الشمالية ضد حزب الله وتأمين الدعم الأمريكي اللازم. أثار مقطع فيديو نشر لشاب فلسطيني جريح في مدينة جنين وهو مقيد على عربة عسكرية إسرائيلية أثار الرأي العام. في بيان له اعترف الجيش الإسرائيلي بأن جنوده قيدوا جريحا فلسطينيا على الغطاء الأمامي لمركبة عسكرية خلال عملية في مدينة جنين شمالية الضفة الغربية المحتلة في انتهاك للقواعد العملياتية. الحادثة أثارت ضجة كبيرة، وقد أكد مصدر طبي في مستشفى ابن سينا التخصصي بالمدينة كما نقلت إذاعة مونت كارلو الدولية أن الشاب يدعى مجاهد فياض وأن حالته مستقرة حاليا. وجاء في البيان الإسرائيلي أن فياض اعتقل أثناء حملة عسكرية نفذها جنود الاحتلال لاعتقال بعض المطلوبين أمنيا. دعونا نشاهد الفيديو المخالف لأخلاقيات الحروب. إذن يبدو أن الفيديو ليس جاهزا من بعد. بعنوان لماذا إسرائيل في أزمة تاريخية، كتب مصطفى البرغوثي مقالا في صحيفة العرب الجديد عن صمود الشعب الفلسطيني وأزمة إسرائيل الكبيرة، وجاء فيه: لم تكن معضلة الحركة الصهيونية يوما الاتحاد السوفيتي أو مصر أو العراق أو سوريا أو إيران، بل الشعب الفلسطيني الأصيل والعنيد الذي رفض الفناء أو الاستسلام أو الخضوع، مكرراً تجربة شعوب لم يستطع الاستعمار كسرها أو منعها من الوصول إلى حريتها. وبداية أزمتهم الحقيقية كانت عندما فشلوا في أثناء عدوان 1967 في تكرار عملية التهجير والنفي التي نفذوها عام 1948 عندما نجحوا بالمجازر في تهجير 70% من الشعب الفلسطيني. ورغم ترحيل جزء من سكان الضفة الغربية عام 1967، تعلمت الغالبية الساحقة من تجربة 1948 وأصرت على البقاء. واليوم يقدم سكان قطاع غزة البواسل نموذجاً خارقاً في الصمود والبقاء، رغم بشاعة المجازر التي ترتكب ضدهم والدمار الهائل الذي تعرضت له بيوتهم وممتلكاتهم ومؤسساتهم. ويمثل فشل إسرائيل في تنفيذ الهدف الرئيسي من العدوان على قطاع غزة وتطهيره عرقياً التعبير الأدق عن الفشل التاريخي للحركة الصهيونية برمتها. صحيح أنها استولت بالقوة العسكرية والمذابح على الأرض، لكنها فشلت في الخلاص من شعب هذه الأرض، حتى صارت إسرائيل تستجدي جلب مرتزقة من كل أنحاء العالم وتعيدهم بالجنسية الإسرائيلية فوراً،
لمواجهة النقص العددي في جيشها ولمعالجة المعضلة الديموغرافية. ومن مفارقات القدر أن ميثاق الإبادة الجماعية الذي صيغ بدعم أمريكي وصهيوني رداً على جريمة الهولوكوست التي ارتكبتها النازية ضد اليهود هو نفسه الذي يحاكم إسرائيل اليوم على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. نعود الآن لمشاهدة فيديو استخدام قوة إسرائيلية لشاب فلسطيني جريح درعاً بشرية. بعد أن تصاعدت التحذيرات الغربية بشكل ملحوظ وصل مستوى خطر اندلاع حرب إسرائيلية ضد حزب الله في لبنان إلى الذروة، وقد قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش إن المنطقة لا يمكنها تحمل غزة ثانية تلوح بها إسرائيل في جنوب لبنان. إيران ألمحت كما تقول صحيفة الجريدة الكويتية إلى أنها لن تشارك في أي حرب إلا إذا تم استهدافها مباشرة، لكن الجريدة علمت أيضا أن الاستراتيجية الإيرانية في هذا الشأن تقوم على إمداد حزب الله بأسلحة نوعية لتحقيق مفاجآت ميدانية وتحريك كبير وواسع لجبهتي اليمن والعراق لإسناد الحزب. قال مصدر مطلع في كتائب فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لصحيفة الجريدة إن فيلق القدس زود ميليشيا الحوثي وفصائل ما تسمى المقاومة الإسلامية في العراق بصواريخ ومسيرات حديثة يمكنها الوصول إلى إسرائيل، ووضعت هذه الأسلحة تحت إشراف ضباط من الحرس الثوري. وأضافت معلومات التقرير المنشور في الصحيفة الكويتية أن إيران لن تسمح باستخدام هذه الأسلحة إلا في حال تعرض حزب الله لهجوم شامل من تل أبيب. الجريدة الكويتية نقلت معلومات عن مصادر دبلوماسية غربية أن تل أبيب تخطط لاحتلال أجزاء من الجنوب اللبناني واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. كتب إياد أبو شقرة في صحيفة الشرق الأوسط مقالا حول القلق اللبناني من اندلاع حرب مع إسرائيل. دعونا نتابع المقال الذي جاء بعنوان لا تفاؤل لبنانيا بنتائج التحذيرات الدولية والأمريكية. لا يخفى على متابعي الأخبار الواردة من لبنان اليوم أن المناخ العام فيه يتحول يوميا نحو مزيد من الإكفهرار والتشاؤم، وهذا التحول الذي يزعم معظم الأطراف أنهم لا يريدونه تراهم يزحفون فيه نحو الأسوأ كمن يمشي في أثناء نومه. بالأمس حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن العالم لا يستطيع تحمل غزة ثانية في لبنان، وأزعم أن معطيات على الأرض نقلت إلى غوتيريش وأقنعته بأن التصعيد بلغ هذه المرة مرحلة جدية ومقلقة. وطبعاً هذا بجانب ارتفاع وتيرة التهديدات والتهديدات المضادة بين حزب الله اللبناني وأركان السلطة في إسرائيل، ودخول الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكشتن على الخط التحذيري لكل من يعنيه الأمر في سنة انتخابية أمريكية، وما أدراك ما تعنيه عبارة سنة انتخابية أمريكية. في إسرائيل بعد مغادرة صوتين من أصوات التعقل المطبخ الحربي الذي يديره بنيامين نتنياهو وهما بيني جانتس وغادي أيزينكوت، ما عاد يوجد عقلاء يردعون هذا الرجل الذي هو أفظع انتهازي السياسة في تاريخ الدولة العبرية عن أي مغامرة أو ابتزاز بلا سقوف. حتما كلام نصر الله التصعيدي لم يأتي من فراغ، بل ساعد على إطلاقه إعلان الجيش الإسرائيلي إقراره خططا عملياتية لهجوم مزمع على لبنان، وتهديد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس مجددا بضرب حزب الله إذا اندلعت حرب شاملة وسط التصعيد الحدودي المستمر منذ أكتوبر الماضي. وهكذا بين قراءة تحذير غوتيريش ومتابعة تحركات هوكشتن وكلامه عن أن إنهاء النزاع بين حزب الله وإسرائيل دبلوماسيا وبسرعة مسألة باتت ملحة للغاية، دليل على وضع غير مطمئن يبرر قلق اللبنانيين. إلا أن ما يزيد هذا القلق هو أن وضع اللبنانيين متدهور بينما ينشغل العالم عنهم بهموم واهتمامات أخرى. اطلع موقع يمن مونيتور على وثيقة
قال إن الخارجية السودانية قدمتها لمجلس الأمن الدولي وتثبت وجود يمنيين يشاركون جهود دولة الإمارات لدعم قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الحكومة السودانية. قال الموقع إن الوثيقة تحمل تاريخ 10 يونيو الجاري وتقدم صورا في 41 صفحة تتضمن وصفا تفصيليا لأنواع الأسلحة والمعدات المضبوطة وأرقامها التسلسلية، إضافة إلى 6 جوازات لإماراتيين ويمنيين. قالت السودان إنه عثر عليها في مركبة إماراتية بين منطقتي الجريف وأمدون في ولاية الخرطوم. تقول رسالة الحارث إدريس السفير السوداني بمجلس الأمن: ثبت أن كافة المضبوطات تم بيعها للجيش الإماراتي وانتهت بعد ذلك في أيدي قوات الدعم السريع في السودان. يضيف الدبلوماسي السوداني: لعبت هذه الأسلحة دورا أساسيا في العمليات المسلحة الوحشية والجرائم الشنيعة التي نفذتها قوات الدعم السريع. وقد نشر موقع يمن مونيتور صور جوازات لشبان يمنيين ينتمون إلى محافظات جنوبية، مضيفا أن هذا يأتي في إطار استخدام الإمارات لأفراد تابعين لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي والزج بهم في حرب السودان. تستمر هجمات الحوثيين في البحر الأحمر منذ نحو 8 أشهر، وفي آخر الأحداث أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن نداء استغاثة من سفينة تجارية قرب ميناء نشطون على سواحل بحر العرب. وفي عملية مماثلة ذكرتها صحيفة الشرق الأوسط، حيث أصيبت سفينة تجارية بأضرار نتيجة استهدافها بطائرة مسيرة قبالة سواحل اليمن في البحر الأحمر. وكالة السلامة البحرية البريطانية أفادت بأن ربان السفينة التجارية أبلغ عن تعرضها لضربة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة، وتم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد الطاقم. الجيش الأمريكي أعلن من جانبه تدمير 3 قوارب مسلحة في البحر الأحمر مسيرة في البحر الأحمر تابعة للحوثيين خلال 24 ساعة. ونفت القيادة المركزية مزاعم للحوثيين في الآونة الأخيرة بشن هجوم ناجح على حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور، ووصفت ذلك بأنه كذب جملة وتفصيلا. أثار اللقاء الذي جمع بين الرئيس الروسي ورئيس كوريا الشمالية مخاوف العالم وخاصة أوروبا من هذا الحلف الثنائي. حول هذه الفكرة كتب سامر إلياس مقالا في موقع المجلة بعنوان بوتين وكيم، الصراع مع الغرب إلى نقطة لا عودة. نتابع. أججت زيارة الرئيس بوتين إلى كوريا الشمالية وتوقيع اتفاق للشراكة الاستراتيجية الشاملة يتضمن بدلاً للدفاع المشترك مخاوف من انزلاق العالم إلى حرب عالمية بمكونات نووية. وزادت الاتفاقات الدفاعية الموقعة بين الولايات المتحدة والبلدان الإسكندنافية من مخاطر توسع الصراع إلى القطب الشمالي وبحر البلطيق كنتيجة غير مباشرة للحرب على أوكرانيا وتوسع الناتو بضم السويد وفنلندا. وتزامنت كل هذه التطورات مع استعراضات للقوة قام بها الغرب وروسيا، تمثلت في مناورات عسكرية لقطع بحرية يمكن أن تحمل أسلحة نووية، وتقارير عن زيادة المخزونات العالمية من الأسلحة النووية. ومع تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خوض بلاده حرباً مع الغرب الجماعي الراغب في إلحاق هزيمة استراتيجية كبرى في أوكرانيا تهدد بتقويض أسس وجود الدولة الروسية منذ أكثر من 1000 عام، لوح بوتين أكثر من مرة في الشهرين الأخيرين باستخدام سلاح الردع النووي لمنع هزيمة بلاده، ورداً على تجاوز الغرب خطوط بلاده الحمراء بتزويده أوكرانيا بأسلحة متطورة. لم يستبعد بوتين تزويد أطراف ثالثة معادية للغرب بأسلحة متطورة. وبعد زيارته كوريا الشمالية أظهر الرئيس بوتين أنه مستعد لتوسيع الصراع مع الغرب وتصعيده في حال عدم التوقف عن دعم أوكرانيا وسحب السماح لها باستهداف العمق الروسي بالأسلحة الغربية والتخلي عن فكرة هزيمة بلاده عسكرياً، ومواصلة فرض عقوبات لتحطيم اقتصادها ومنعها من مواصلة إنتاج الأسلحة اللازمة للحرب في أوكرانيا. وبدا واضحا أن بوتين قادر على فتح جبهات جديدة تزعج واشنطن وحلفائها في اليابان وكوريا الجنوبية. رغم الفرحة الكبيرة التي عمت المواطنين بعد فتح الطرق المغلقة نحو مأرب وتعز، إلا أن ميليشيا الحوثي استغلت تلك الظروف لفرض جبايات وإيتاوات
واستحداث نقاط جمركية. في تقرير له قال موقع بلقيس إن ميليشيا الحوثي استحدثت نقطة جباية جمركية على طريق مأرب البيضاء، وتعتزم افتتاح نقطة جباية مشابهة في الحوبان شرقية مدينة تعز. مصادر في محافظة البيضاء أفادت بأن الميليشيا فرضت جبايات مالية على التجار والمحال والمطاعم الواقعة على الطريق تحت مسمى المشاركة المجتمعية. بحسب المصادر فإن قادة الحوثيين هناك توعدوا ملاك المحلات في حال الرفض أو التباطؤ في الدفع بعقوبات تصل إلى الاعتقال والإغلاق. كما استحدثت ميليشيا الحوثي نقطة جمركية لفرض جبايات على البضائع القادمة من مدينة مأرب على الطريق الرابط بين المحافظتين، والذي أعيد فتحه مؤخرا. في منطقة الحوبان شرقية تعز تستعد ميليشيا الحوثي لاستحداث نقطة جبايات جمركية للبضائع الواصلة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. وكشفت المصادر أنه جرى فعلا تحصيل ملايين الريالات من كبريات الشركات التجارية التي لديها مصانع ومقار في منطقة الحوبان. الصور القادمة هي لأم فلسطينية من غزة فقدت في الغارات الإسرائيلية 3 من أولادها، رجلين وامرأة، وما تبقى لها من الحياة ولدان، أحدهما مصاب بمتلازمة داون وبعض الأحفاد. الأم الفلسطينية هي نسرين أبو كاشف، ولأنه لم يعد لها مكان في الحياة فقد قررت مواصلة العيش على أنقاض منزلها المدمر بخان يونس. دعونا نشاهد كيف تعيش هذه الأم مع أبنائها وأحفادها. إليكم أبرز رسومات الكاريكاتير لهذا اليوم، نتابعها في جولتنا الأخيرة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كشك الصحافة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.